بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا قناة 5 Minute Code. في هذا الفيديو الجديد من السلسلة التعليمية للغة البايثون من الصفر إلى الاحتراف على قناتنا قناة 5 Minute Code سوف نقوم بالإجابة على الاختبار الأول. قبل أن نبدأ الفيديو الرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار حتى يصلكم كل شيء جديد أولا بأول. فضلا وليس أمرا قم بنشر هذا المحتوى المجاني حتى تعم الفائدة على الجميع. بالفيديو السابق قمنا بعمل أول اختبار في هذه السلسلة اللي هي سلسلة تعليمية لغة البايثون، أوكي؟ واليوم نريد نجاوب هاي الأسئلة. نستبدل من السؤال الأول. السؤال الأول يقول هل الكود المكتوب أمامك صحيح؟ إذا كان غير صحيح اشرح لي الخطأ البرمجي وقم بتصحيحه. خلونا نعمل كوبي على هذا الكود وبالواقع نسوي بيست داخل الفيجوال استوديو كود. ثم تلاحظون أول ما عملنا بيست داخل بالواقع البرنامج خلى البرنامج خطأ أو خط أحمر تحت بالواقع الكود. هذا يدل على أن الخطأ أن الكود فيه مشكلة. المشكلة الكود هي كالتالي. إحنا استفادينا أولا البرينت يستفادون من عتها مشان الطباعة. إذا تريد تطبع لك شيء أو جملة أو كلمة أو أي شيء ثاني نستفاد من كلمة أو نستفاد من بالواقع الدستور اللي هو برينت. الأشياء اللي نقدر نطبعها داخل البرينت متقسمات إلى عدة أقسام، أوكي؟ الأشياء اللي نقدر نطبعهن هن لازم يكون يعني بالواقع يكون من نوع القيم. هسا يا إما قيمة نصية، يا إما قيمة رقمية، يا إما قيمة رقمية عشرية، يا إما قيمة بالواقع منطقية أو بوليا. قلنا القيم اللي هن بالواقع من النوع النص، مثلاً هذه بالواقع هذا المتغير هو من نوع القيمة النصية. إذا نريد نعمل طباعة لهذا المتغير لازم نخليه داخل بالواقع اثنين single quotation أو اثنين double quotation، ماكو فرق. وإذا نريد نطبع بالواقع القيم اللي هن من نوع المنطقية اللي هن أو بوليان، البوليان إلى اثنين بالواقع قيم يا أما true يا أما false. فإذا كتبنا true مثلا أنا أكتب true بالحرف الكبير، أصلا قبل لا أكتب الكلمة بشكل كامل هو البرنامج حاجز هاي الكلمة، فمن أكتبها بالواقع هو البرنامج حتى يعني يفرغها من باقي الكلمات يراويها بلون أخضر ويفرغ من هذه الكلمات من باقي الكلمة، فما نحتاج أنه نخلي هاي الجملة داخل single أو double quotation، أوكي؟ ما نحتاج أنه نخلي هذه بالواقع الكلمة داخل single أو double quotation. فالخطأ اللي كان بهذا السؤال واللي هو بالواقع هو الكود ما هو صحيح. الخطأ أنه true لازم نخليها هيج يعني بدون single أو double quotation، والجملة الثانية اللي هي قيمة نصية نخليها داخل single أو double quotation. خلونا نعمل run ونشوف النتيجة. النتيجة مثل ما تلاحظون البرنامج قام بطباعة كلمة true وجنب كلمة true كلمة 5 minute code. نروح للسؤال الثاني. ماذا يسمى المتغير الذي أمامك؟ هذا المتغير اللي هو اسمه info ويساوي هذني الجمل. خلونا نعمل بالواقع طباعة على هذا المتغير بشكل كامل. نعمل copy ونخليه هنا. المتغيرات اللي تستبدي بثلاثة single quotation أو ثلاثة double quotation وتنتهي أيضا بثلاثة single quotation أو double quotation يسموهن متغيرات متعددة الأسطر. هذا المتغير هو من نوع المتغيرات اللي هي متعددة الأسطر. إذا تريد تشكل متغير متعدد الأسطر تكتب ثلاثة single quotation والبرنامج رأسا راح يكمل يعني راح يخلي ثلاثة أخرى، فبين هذين الثلاثة single quotation أوكي أو ثلاثة double quotation أنت تكتب كل شيء متعلق بهذا المتغير، وبالطبع راح يكون بالواقع قيمته هي قيمة نصية. فالحين إذا قمنا بالواقع طباعة هذا المتغير راح البرنامج يطبع لنا هذا المتغير أو جمل هذا المتغير مثل ما كتبناهن هنا. خلونا نعمل ران ونشوف النتيجة. عذرا أنا ما كتبت بالواقع ما خليت منطقة البرنامج أمر أنه يطبع لنا هذا المتغير، فخلونا نكتب هذا الشيء info print info. اوكي هسه خلونا نعمل ران ونشوف النتيجه. مثل ما تلاحظون البرنامج كتب لنا هذا المتغير بشكل كامل مثل ما احنا كتبناه بهاي الطريقه. ميزه هذين المتغيرات انه انت تقدر تكتب اشياء مختلفه وتخليهن بمكان واحد وتعمل عليهن تغييرات مره واحده. ووضحنا هذا الشيء بالفيديوهات السابقه. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال الثالث، كيف يمكنني معرفه نوع المتغير؟ عندنا متغير باسم نيم وبالواقع ايج يساوي اسمي أنا واللي هو بالواقع بين اثنين single quotation جعفر وخط 23
years. نريد نعرف شنو بالواقع نوع المتغير هذا. في بالواقع دستور داخل لغة البايثون باسم type. اوكي type واثنين اقواس. هذا type يخلينا نعرف بالواقع نوع المتغير اي نوع هو. عندنا احنا المتغيرات وضحنا هذا الشيء بالفيديوهات السابقة على اربع متغيرات، يعني اربعة انواع. الهن حسب القيمة مالتهن، يا اما نصي، يا اما لا قيمة نصية، يا اما قيمة عددية او رقمية، يا اما قيمة رقمية عشرية، يا اما بالواقع قيمة منطقية. فاذا نريد نعرف هذا المتغير من اي نوع نكتب print، بعدين داخل اقواس البرنت نكتب type، يعني اطبع لنا نوع المتغير اللي اسمه name age. اوكي خلونا نعمل run ونشوف النتيجة. البرنامج قام هنا بطباعة نوع المتغير، كتب لنا class او نوع المتغير type المتغير بالنوع str او string. str هو مخفف الstring، string يعني نوع، يعني بالواقع هو فرد نوع متغير ولا قيمة نصية. اوكي الى قيمة string او قيمة نصية، فهذا هذا المتغير من نوع القيمة النصية. مثلا خلونا نحذف هاي الجملة ونكتب مكانها مثلا سنة 2023 رقم. نعمل ران مرة ثانية ونشوف النتيجة والفرق اللي راح يصير. الكلاس هنا تبدل الى int int او integer. int مخفف الى integer. الانتيجر هي بالواقع تايب الارقام، الارقام الصحيحه يرونها بالانتيجر. فبهاي القاعده تقدر تشوف مع، يعني تقدر تعرف نوع المتغير. نروح للسؤال الرابع. لدينا هذا الكود print 44 نسبه مئويه 10، هل النتيجه هي 3؟ لماذا؟ خلونا نكتب هنا، خلونا بالواقع نستفاد من هذا البرينت، نكتب البرينت اللي موجود هنا، نكتب 44 نسبة مئوية 10 ونشوف، نعمل ران ونشوف النتيجة. النتيجة ما هي 3، النتيجة 4. اوكي فالدليل انه النسبة المئوية، اذا نعمل نخلي النسبة المئوية داخل يعني بين اثنين ارقام، النتيجة اللي تحصل انه نقسم الرقم الاول على الرقم الثاني وبعدين نشوف الباقي من هاي القسمة شنو، فراح ينطينا النتيجة. اذا تلاحظون ال 44 اذا نقسمها على 10 يكون فيها 4 ارقام او عدد، شو اسمه، اعداد 10. فاذا نقص يعني نضرب الاربعه بالعشره يصير 40، الباقي شقد؟ 4. فالنسبه المئويه تنطينا باقي القسمه واللي هو بالواقع النتيجه هنا لازم تكون 4. السؤال الخامس، قم بكتابه 3 متغيرات مع 3 قيم، كل متغير يحمل قيمه مختلفه وكل هذا يكون في سطر واحد. نريد نكتب 3 متغيرات. اوكي 3 متغيرات والهم 3 قيم، كل متغير له قيمه. مثلا هذن المتغيرات، مثلا يعني عندنا شخص مشى للدكان او مشى للسوبر ماركت، اشترى ثلاث اشياء زين، ويريد يشوف القيمه. مثلا اشترى بالواقع، اولا اشترى كتاب بوك، واشترى مع ويا الكتاب اشترى بالواقع قلم او بن، واشترى بالواقع حقيبه ظهر او باك هاك. اوكي نريد نعرف قيمة هذني بالواقع الحاجيات اللي اشتراهن هذا الشخص. قيمة الكتاب تساوي مثلا $100، وقيمة القلم تساوي 50، والحقيبة قيمتها تساوي 250. هذا بالواقع احنا كتبنا كم متغير؟ 3 متغيرات والهن 3 قيم في سطر واحد. هسه مثلا اذا نريد نكتب، مثلا نطلب من البرنامج يطبع لنا قيمة بالواقع الكتاب، فنكتب البوك print book، راح يطبع لنا قيمة هذا الكتاب. من نعمل ران البرنامج راح يعمل سيرش داخل الكودات، يبحث عن كلمة بوك، يلقى كلمة البوك هنا هذا الخط، مقابل كلمة بوك يلاقي رقم أو عدد المئة، $100، فراح يطبع لنا المئة. خلونا نعمل ران ونشوف النتيجة. مثل ما تلاحظون قيمة الكتاب واللي هي 100 كتب لنا إياها البرنامج بهذه الطريقة. مثلا نكتب print back pack. أوكي بعدين نعمل ران مرة ثانية ونشوف النتيجة. بالمرة السابقة طبعنا 100، هذه المرة طبعنا 250. فبهاي الطريقة نقدر نكتب كم متغير في يعني وكم قيمة في سطر واحد. السؤال السادس، ادمج لي هذه الأحرف وشكل منها كلمة. يعني أبسط شيء ممكن تسويه أنه تدمج كم كلمة داخل يعني لغة البايثون. مثلا أنا أريد أدمج، أكتب إذا أريد أدمجهن أخلي كل واحدة من هذين الأحرف داخل single quotation، مثلا الـ A، بعدين single quotation آخر أخلي الـ B، بعدين single quotation آخر وأخليه الـ C. فمن اعمل ران راح البرنامج يطبع لي هذين الاحرف كلهن مره واحده A B C، وتقدر تسوي هذين الاشياء بشكل انه يعني باشكال مختلفه.
هذا أسهل شيء ممكن تسويه داخل لغة البايثون. آخر سؤال، قم بتعريف أربع متغيرات من نوع أرقام مستخدما العمليات الحسابية التالية: الجمع والضرب والنسبة المئوية، ويجب أن تكون النتيجة بالنهاية 6. يعني هو بالواقع السؤال يطلب من عندك أنه تكتب معادلة رياضيات بسيطة، أوكي، تعرف أربعة أرقام وبالواقع تستفاد من الجمع والضرب والنسبة المئوية ويكون الناتج 6. مثلا خلونا نكتب الـ A يساوي 3، هذا متغير واحد. الـ B يساوي 5، هذا متغير ثاني. نعرف متغير ثالث باسم الـ C ونخلي يكون بالواقع يساوي الـ A زائد B، أوكي. فعدنا A والـ B 3 و5، إذا نعمل جمع بياناتهم يصير 8، أوكي. عدنا المتغير واللي اسمه D، متغير جديد، نخلي بالواقع الـ D يساوي ناتج الجمع اللي يصير داخل المتغير اللي اسمه C ضرب في 2، 8 ضرب في 2 شقد يصير 16. هلأ عرفنا أربع متغيرات، استفادينا من الجمع والضرب، أوكي. ضل عندنا النسبة المئوية، فنكتب دي نسبة مئوية 10، أوكي. الناتج راح يكون بالواقع 6. خلونا نعمل ران ونشوف النتيجة. مثل ما تلاحظون الناتج صار 6. هذا هو أيضا سؤال بسيط. هذا هو آخر سؤال بالفيديو أو بالاختبار. أتمنى يكون الفيديو مفيد لكم. إذا عجبكم الفيديو رجاء اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإنذار حتى يصلكم كل شيء جديد أولا بأول. فضلا وليس أمرا قم بنشر هذا المحتوى المجاني حتى تعم الفائدة على الجميع. حتى الفيديو القادم، استودعكم الله في أمان الله.